بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين ثم أما بعد، حياكم الله وأهلا بكم في ثانوية دار الثقافة الأهلية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد، يجعله عام سعيد علينا وعليكم بإذن الله. معكم الأستاذ هيثم غازي، مدرس مادة المهارات الحياتية والتربية الأسرية. مقرر مادة المهارات الحياتية والتربية الأسرية مقرر على طلاب الثانوية العامة، نظام المقررات في الصف الأول الثانوي. المنهج طبعا أول مرة تدرسوه، فالكتاب عبارة عن عمل تربوي ومنهج تعليمي بيضاف إلى ما يقدمه لشبابنا من البنين والبنات في مجال المعارف والمهارات الأساسية بشكل عام، وفي مجال المهارات المتعلقة في التعامل مع الآخرين في العلاقة بينه وبين أسرته وذوي الأرحام بشكل خاص. منهجنا مادة لذيذة فيها حاجات هنتعلمها وهنطبقها في حياتنا اليومية، تمام؟ منهج بسيط وسهل. هنكتفي في هذه الحصة على إعطاء نبذة عن المنهج وما يتحدث عنه المنهج يا أولاد عبارة عن 5 وحدات. عندنا الوحدة الأولى بتتكلم عن المهارات الشخصية والاجتماعية، فيها 5 دروس. الوحدة الثانية تتكلم عن مهارات تدعيم الاستقرار الأسري وتفعيل الأدوار والمسؤوليات، تقريبا دي أطول وحدة عبارة عن 6 دروس. الوحدة الثالثة بتتكلم عن مهارات التفكير، ودي عبارة أيضا عن 5 دروس. الوحدة الرابعة بعنوان مهارات استثمار الوقت، ودي عبارة عن 4 دروس. والوحدة الأخيرة اللي هي بعنوان تنمية الوعي المجتمعي والولاء الوطني، ودي الوحدة الخامسة عبارة عن 5 دروس. الكتاب يا أولاد بيتعامل مع جملة من المهارات الأساسية التي من شأنها زيادة فاعلية الشخصية وتنمية قدراتها، ويسعى إلى تقديمها بشكل ميسر للطالب وللطالب حتى يتحقق الهدف الذي نرجوه جميعا من تدريس هذا المنهج. هو عبارة عن لمحات من التربية التي يجب أن نرسخها في حياتنا وأن نضيف علما وعملا لما نتعلمه في مدارسنا، مهارات الحياة والعيش فيها من خلال الأسرة والمجتمع. فهو يعد جديدا في الميدان التربوي، نأمل أن يستزيد منه أبناؤنا في مهاراتهم الحياتية وأن يكون لهم دليلا في التعامل المجتمعي وفي العلاقات الاجتماعية والأسرية. هنكتفي بإعطاء نبذة اليوم عن الوحدة الأولى، ونبدأ في الحصص القادمة بإذن الله، والحصة القادمة بإذن الله في أولى دروس منهج المهارات الحياتية والتربية الأسرية في الوحدة الأولى. الأول وحدة عندنا زي ما قلنا من شوية تتكلم عن المهارات الشخصية والاجتماعية. المهارات الشخصية والاجتماعية مع تغير ظروف الحياة العامة وما نتج عنه من تغير في ظروف العمل وتزايد متطلباته، أصبح من الضروري جدا تدريس المهارات الحياتية بشكل عام والمهارات الشخصية والاجتماعية بشكل خاص والتدرب عليها. ليه يا أولاد؟ لأننا نحتاج إلى أفراد يطورون مهاراتهم بشكل يساعدهم في بناء علاقاتهم وإدارة الصراع مع الآخرين. العمل ضمن فريق وغيرها من المهارات التي تهيئ كل واحد ليكون فاعلا ومنتجا سواء في حياته العامة أو الخاصة أو حتى في حياته العملية. ولهذا تأتي أهمية تدريس هذه الوحدة
اللي هي المهارات الشخصية والاجتماعية والتدريب عليها ضمن مواقف فردية أو جماعية من أجل تحقيق هذا الهدف. موضوعات هذه الوحدة يا أولاد اللي هم قلنا عليهم 4 دروس. أول درس بعنوان التعاون، ودي إن شاء الله هنبدأ فيه الحصة القادمة. الدرس الثاني بعنوان العمل ضمن فريق، ودي تاني مهارة وتاني درس من دروس هذه الوحدة. الدرس الثالث اللي هي المهارة الثالثة من المهارات الشخصية والاجتماعية هي التواصل مع الآخرين. المهارة الرابعة والأخيرة من المهارات الشخصية والاجتماعية اللي هي إدارة الصراع. إدارة الصراع ده ولاد مجرد نبذة عن المنهج واللي احنا هندرسه خلال هذا الترم، تمام؟ من بداية الحصة القادمة ان شاء الله هنبدأ في اولى الدروس اللي هو درس التعاون بإذن الله. خلاص، شكرا، والى لقاء في الحصة القادمة بإذن الله.